مع وباء كورونا المعادلة تغيرت قليلا، يعني أظهرت بصراحة هشاشة الاتحاد الأوروبي كبنية اقتصادية ربما تظهر للجميع، لأنها قوة اقتصادية كبيرة، يعني يمكن أن تكون قوة عالمية حتى لو اجتمعت، لكن وباء كورونا أظهر أن هذا الأمر هو عبارة عن فقاعة. لماذا ما تزال تركيا تصر على أن تكون عضو في الاتحاد الأوروبي؟ طبعا تركيا يعني استثمرت في هذا المجال وطورت نفسها ويعني ووعدت أهلها والأتراك أنه سندخل في الاتحاد الأوروبي، سنتواصل مع أهلنا مع الجالية التركية الموجودة في أوروبا تعمل في هذا المجال. ولكن كما قلت تركيا تعمل على عدة مسارات، ويعني ما أخشاه والذي لا أتمناه أن يأتي اليوم عندما تقول تركيا أنا لا أريد أن أدخل في الاتحاد الأوروبي. يعني كما قلت استثمرت كثير وعملت الكثير، وطبعا كذا طبعا في النتيجة هو مفيد لتركيا، لأن حقا تركيا تطورت كثيرا، أن أصبحت عليها أن تنافس في البضائع، تنافس بالقوانين، تنافس بالإنتاجية بكل النواحي. في السابق مثلا كانت ترسل بضائع تركية إلى ألمانيا وكذا كانت ترجع لأنها لا يعني تتطابق المواصفات الدولية ولا العالمية. ولكن الآن تركيا اليوم ليست تركية الثمانينات ولا السبعينات القرن الماضي، ولا حتى الألفين. فلذلك هناك تطور هائل، وهذا ربما يخيف كذلك، أحد العوامل التي تخيف بعض الدول الاتحاد الأوروبي عندما تدخل تركيا وبهذه السرعة وبهذا النمو ربما سيكون لها دور أكبر. ولكن كما قلت الخاسر في النتيجة هو الاتحاد الأوروبي يعني أكثر من تركيا. يعني ربما أن تركيا لن تقول هاير لأي مبادرة إيجابية من قبل الاتحاد الأوروبي، وخصوصا أن يعني عود أقول بعد وباء كورونا أصبحت تركيا أو تصدر نفسها أنها جزء مهم جدا في سلاسل التوريد العالمية، على أنها قوة يعني تتصدر شرق آسيا أو وسط آسيا، على أنها قوة يعني عسكريا أصبحت حاضرة في كل الميادين.